مرحبا بحضرتك معانا، وخلينا نتكلم عن رؤيتك او تحليلك للماتش امبارح، كان عامل ازاي؟ طبعا مباراة مصر وغانا كانت مباراة صعبة الحقيقة على المنتخبين، واحنا شفنا ان ازاي كان المباراة مثيرة جدا. منتخب مصر تمكن في نهاية المطاف انه يخرج بنقطة بعد ما تأخر المنتخب مرتين، ونقدر نقول يعني انه عودة المنتخب المصري بنقطة في هذه المباراة، ويعني افساد حصول غانا على 3 نقاط احيا الامال لمنتخب مصر. لمنتخب مصر الان يحتاج الى الفوز على كاب فاردي. قبل ما نروح لكاب فاردي بنرجع تاني لمباراة منتخب غانا، كانت مباراة قوية جدا جدا الحقيقة. المنتخب ما قدمش المردود اللازم في الشوط الأول، في الشوط الثاني عاد بقوة واستطاع أنه على غرار ما حصل في مباراة موزمبيق الحقيقة أنه ينهي المباراة بالتعادل 2-2 بعد التأخر بنتيجة 2-1. وبالتالي منتخب مصر زي ما حضرتك قلت في التقرير أصبح لديه نقطتين وهو بحاجة ولا خيار غير ذلك إلا الفوز على في المباراة الثالثة على كاب فاردي لضمان التأهل للدور التالي في بطولة أمم أفريقيا. طيب إيه رأي حضرتك في طريقة إدارة فيتوريا للمباراة؟ يعني شايفها إزاي؟ أو إيه أسباب إن إحنا يدخل فينا هدفين بالسرعة دي في الشوط الأول؟ طبعا إحنا دخل فينا هدفين، وزي ما حضرتك عارفة كمان إحنا دخل فينا هدفين في ماتش موزمبيق اللي هو أنا نقدر نقول إنه أقل يعني فنيا من منتخب غانا. منتخب مصر بدأ التشكيل البطولة بصفة عامة، يبدو أن المدرب ما كانش ثابت على تشكيل معين. أنا بالنسبة لي أنا بقول أنه بداية فيتوريا مع منتخب مصر في مباراة موزمبيق، قبل ما أدخل أنا دائما بربط الأمور الفنية بالأمور الرقمية، بمعنى أن أنا لو شفت إحنا هو بدأ طبعا في المباراة الأولى بمحمد صلاح واحمد مصطفى زيزو. في المباراه الثانيه اللي هي امبارح امام غانا ما لعبش احمد مصطفى زيزو نهائيا، او احمد سيد زيزو بيحب يتقال عليه احمد مصطفى. الحقيقه انا بقى بقول انه سواء كان هو بدا كده او هو بدا كده، فان المدرب لما وصل لكوت ديفوار ما كانش مقرر باي طريقه هيلعب. وهرجع ثاني لسؤالك واقول انه انا السيستم بيقول لي انه احمد مصطفى زيزو ومحمد صلاح بداوا مع بعض في 10 مباريات، يعني كانوا اساسيين مع بعض في 10 مباريات، مباراه موزمبيق كانت رقم 10. احمد مصطفى زيزو احنا عارفين انه لاعب مع الزمالك عامل في الفتره الاخيره عامل شغل ممتاز واداء ممتاز جدا جدا، سواء على المستوى المحلي مع الزمالك او حتى على المستوى القاري. يا بيسجل يا بيصنع، ما فيش مباراة بيعديها غير ما يسجل أو يصنع. لو احنا شفنا ال10 مباريات اللي لعبهم أساسي مع منتخب مصر في وجود محمد صلاح، محمد صلاح سجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف، أحمد سيد زيزو لم يصنع وسجل هدف واحد بس كان في فوز مصر على ملاوي في كأس أمم أفريقيا. ده بالنسبة لي أنا كعبد العزيز بيقول لي انه احمد سيد زيزو ما بيلعبش بحريه في وجود محمد صلاح، يا يعني اما المدرب يشوف مكان ثاني اذا كان هو بيلعبه في مكان معين او ما يبداش بيهم الاثنين. ده بالنسبه لي القراءه الفنيه اللي مبنيه على الارقام. زي ما قلت لحضرتك في ال10 مباريات اللي بدا اساسي مع منتخب مصر في وجود محمد صلاح، احمد سيد زيزو لم يسجل الا هدف لم يصنع على الاطلاق، وهذا لا يحدث في 10 مباريات بالنسبه للاعب. الحقيقه لاعب متميز جدا احمد مصطفى زيزو مع الزمالك، لم يمر عليه مباراه واحده او مباراتين الا وقد يصنع او يسجل. مع منتخب مصر 10 مباريات لم يصنع اي هدف في وجود محمد صلاح. وبالتالي انا بقول انه المدرب ربما اكتشف ذلك. احنا شفنا امبارح انه ما بداش بيهم الاثنين وغير في التشكيله، وبالتالي المدرب انا شايف انه لم يكن قراءته جيده اصلا للبطوله، سواء فيما يتعلق بمنافس زي موزمبيق او في المباراه الثانيه بمنافس زي غانا. وفي كلتا الحالتين احنا الحقيقه استقبلنا هدفين بشكل يعني
في ايضا كده عدم تركيز نهائي من ناحيه المدافعين او الضغط على لاعبي خط الوسط. طيب انا كنت يعني عندي اسئله كثيره قوي عايزه اسالها لحضرتك، لكن خلينا نتكلم على اصابه محمد صلاح. وليه زيزو ما نزلش الماتش مع انه كان الماتش اللي فات كان اساسي، فكان يعني مرجح ان هو ينزل مكان محمد صلاح؟ واداء عمر مرموش وتريزيجيه كمان نحب نعرفهم. كمان عايزه اضيف سؤال سريع، انه المنتخبات كتيره ما ادتش الاداء لحد دلوقتي اللي احنا بنامل ليه، ما عدا طبعا المغرب انه طالع بقوه قوي. فتعليقك ايه او تحليلك ايه لانه عدد من المنتخبات ما بتقدمش الاداء القوي اللي احنا معتادين عليه؟ لا، هو احنا لو حسبنا ان المنتخبات العربيه بالكامل لم يفز اي منتخب عربي حتى الان، حتى منتخب مصر اللي لعب مباراتين، المنتخب العربي الوحيد اللي فاز هو منتخب المغرب لما فاز على 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 تنزانيا، الا مصر تعادلت مرتين، الجزائر تعادلت مره، تونس اتغلبت، موريتانيا اتغلبت، بالاضافه ايضا اللي احنا شفنا في المنتخبات الافريقيه المفاجاه اللي حصلت في بهزيمه كوت ديفوار صاحبه الضيافه يعني المنتخب المستضيف امام نيجيريا. الحقيقه في 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 نظام 24 منتخب زي ما حضرتك عارفه اللي هو النظام اللي بدا مع لاول مره في مصر 2019 وبعدين في الكاميرون وصولا الى كوت ديفوار، الحقيقه المنتخبات المباريات في ال 36 مباراه الاولى، لان دور المجموعات بيكون في 36 مباراه، بيكون في الكثير من المباريات الحقيقه دون المستوى. شفنا منتخبات اتغلبت 4-1، وبالتالي بيكون يعني المستوى بيتطور او بيعلى، وخلينا نقول مع بدايه دور ال 16. لكن نرجع لمحمد صلاح وبنقول انه طبعا حضرتك تابعتي وكلنا تابعنا وسائل الاعلام الانجليزيه امبارح يعني تلقت خبر اصابه محمد صلاح بشد في العضله الضمه، يعني بحزن كبير جدا خاصه جماهير ليفربول. انا اظن انه ان شاء الله محمد صلاح تكون يعني يكون شد خفيف، على حسب طبيب المنتخب انه اعلم ان حيكون فيه اختبار طبي النهارده او يعني كشف طبي النهارده لتحديد حجم الاصابه في العضله الضامه، وان شاء الله تكون خفيفه. وفي كل الاحوال احنا نتمنى طبعا لمحمد صلاح كل التوفيق. محمد صلاح كابتن منتخب مصر واحد الركائز الاساسيه لمنتخب مصر، ولاعب يعني الحقيقه بيمر بضغوط كبيرة زي ما كلنا عارفين. محمد صلاح بيحب كل زمايله في الفريق ان هم اللي يكونوا صحيح، والحقيقة هو متحمل ضغوط داخل وخارج الملعب، وان شاء الله رب العالمين تكون اصابته خفيفة ويعود للمنتخب. صحيح، بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي.